نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا في محافظة أسيوط. يأتي المؤتمر في إطار دعم حزب حماة الوطن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة. كل مواطن ان هو يؤدي دوره الوطني والواجب الوطني وانه يشارك بايجابيه في الانتخابات الرئاسيه القادمه ويدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لكتير جدا من الاسباب، سواء كانت اسباب داخليه او اسباب خارجيه. على مستوى الداخل يمكن انا ذكرت ان هناك العديد من الانجازات والمشروعات الاستراتيجيه والقوميه الكبرى التي تحققت على ارض الواقع منذ ان تولى المسؤوليه في عام 2014. نجد انجازات في مجال الصحه وفي مجال التعليم وفي مجال الصناعة وفي مجال الزراعة، كتير جدا طبعا من المجالات. يمكن لو قلت على سبيل المثال وليس الحصر، في المجال الصحة يكفي ان هو انقذ ملايين المصريين من فيروس سي. القضاء على فيروس سي واحد المبادرات الرئاسية المهمة جدا جدا اللي تم من خلال هذه المبادرات، القضاء على فيروس سي وتدعيم وكفالة الحق فيه في الصعيد وخاصة محافظة أسيوط والصعيد. تم ان احنا لمسنا فعلا ان احنا كنا الاول في الزمن الاول في الدولة الحديثة، بدايتها كنا مهمشين لدرجة عالية جدا في الصعيد. اصبحت الان الصعيد يتمتع بطرق جميلة، كباري، ربط الشرق بالغرب، طرق سريعة، بنية تحتية، حياة كريمة، مدن جديدة، مدن من الجيل الرابع. فاحنا في الصعيد مصر فعلا المواطن الصعيدي حس ان في اهتمام من القيادة السياسية، وهذا هو اول مرة في التاريخ الحديث يكون في اهتمام للقيادة السياسية بالصعيد مصر. نازلين بنقول له كمل مشوارك، احنا معاك، احنا في ظهرك. الرئيس السيسي اللي بدأ وتولى حكم مصر في فترة عصيبة بعد ثورة صعبة وبعد سنة عاشت فيها مصر اصعب فترات حياتها من الإرهاب، جايين بنقول له كمل الجمهورية الجديدة اللي بدأتها، كمل 100 مليون صحة، كمل حياة كريمة اللي فعلا حسست الإنسان المصري الفلاح البسيط في القرى والنجوع بالكرامة وبالحياة الآدمية الكريمة. كمل نظرتك للصعيد، كمل مشروعاتك الكبرى. احنا بنقول له يعني لكل العالم ان اصلح حد في الوقت الحالي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو يكون رئيس لمصر من كل النواحي. بالنسبه للناحيه الاستراتيجيه احنا بنقول كجيش مصر، كرجل حرب، كرجل سلام، طبعا لا يصلح لهذه الفتره الا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا في فتره غزه ودعم غزه ومسانده اهل غزه. احنا شفنا الانجازات بعيننا وشفنا اللي اتعمل في الفترة بتاعته، ما شفناش طول من سنة 52 للنهاردة إنجازات بالسرعة دي، برغم إن الحياة صعبة، لكن الإنجازات شغالة في كل بقعة في الدولة. والله احنا جايين ندعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستقرار والأمان وحياة كريمة. احنا عندنا القرية ما كانش حد يعرف عنها حاجة، حاليا فيها غاز وصرف صحي وشغال الصرف الصحي والغاز اللي يشتغل قريب. انا مبسوط جدا جدا بجميع الانجازات، من ضمن الانجازات القطق الكباري والطرق والمحاور نفعتنا جدا جدا. المشاريع دي المفروض كانت اتعملت من ازيد من 30 سنة، لان احنا اتاخرنا كتير جدا جدا. الطرق كانت متهالكة، الكباري متهالكة، كل المشاريع كانت متهالكة. المشاريع دي المفروض كانت اتعملت من 30 سنة، اتعملت الحمد لله في وقت قياسي، وإنجاز كبير جدا جدا.